فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون رواه البخاري هذه الصفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها المؤمنون والمؤمنات إذا كنا قد ودعنا على مقام الصيام الفرض فإننا لم نودع معه الصيام النافلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال كان كمن صام الدهر وقال أيضا صيام ثلاثة من كل شهرين ورمضان إلى رمضان صيام الدهر وخرج أبو الشيخ بن حبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يخرج الصوام من قبورهم يعرفون بعصيانهم أفواههم أطياب من ريح المسك فيلقون من موائد والأباريق مختمة بالمسك فيقال لهم كلوا كلوا فقد جعتم واشربوا فقد عطشتم ظهروا الناس والسارقوا فقد عيتم من استراح الناس فيأكلون ويشربون ويستريحون والناس في عناء رهاء وأخرج الأصفهاني في الترغيب عن أبي حوالي قال توضع الصيام يوم القيامة توضع الصيام مائدة يأكلون والناس في حساب فيقولون يا رب يا رب نحن نحاسب وهؤلاء يقولون نحن نحاسب وهؤلاء يقولون فيقال لهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم أيها المؤمنون هذا هو الطابع المتميز لرمضان والذي نامل إن شاء الله أن يكون رمضان هذا العام فرع فيه أعمالنا نحن الصائمون والصائمات والقائمين والقائمات بعدما ودعناه ووافقناه على أننا نتوب ونستمر على الحال التي تركنا عليها ألا فلنبقى يا عباد الله على الوفاء بالعهد وتبقى روح رمضان مهيمنة على نفوسنا متحكمة في أقوالنا وأفعالنا مطبوعة بها تصرفاتنا ومعاملاتنا فإذا كنا قد تعودنا في رمضان على تبكير المساجد والتزاحم في الصفوف فيبقى حالنا كذلك بعد رمضان وإذا كنا قد غضبنا أعيننا في رمضان عن السوء وكففنا ألسنتنا في رمضان عن كلمة السوء وأيدينا عن فعل وإشارة السوء فليبقى حالنا كذلك بعد رمضان وبكلمة جامعة يجب أن تبقى روح رمضان متحكمة في السلوك الخاص والعام للمجتمع سائدة داخل البيوت والمؤسسات والإدارات وجميع مرافق الحياة في بلادنا وإلا فسنكون عباد رمضان لا عباد رب رمضان فيا أهل لا إله إلا الله أقول حسنة يا أهل لا إله إلا الله لقد علمنا القرآن
القرآن الكريم كيف نواجه من يستفزنا ويثير غضبنا ويوتر أعصابنا. وقال يصف عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول لمن يسبنا ويشتمنا في رمضان إني صائم إني صائم. أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، إذا كان الناس في رمضان قد تعودوا على حفظ مجالس اللهو ومجالس اللهو ومجالس الفجور وأماكن بيع الخمور، فليعلموا أن المحرم شرعا حرام قبل رمضان وحرام في رمضان وحرام بعد رمضان. وإذا كان المدخنون والشمامون والمتناولون للمخدرات والمفترات قد أراحوا نفوسهم وجلودهم من مضارها ومصاريفها في رمضان، فليعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عما فعلوا بأموالهم وأنفسهم في رمضان وفي غير رمضان. وإذا كان المتصدقون والمتصدقات قد تعودوا على إخراج الصدقة في رمضان، فليدوموا على إخراجها بعد رمضان، لأن إخراج الصدقة حصن حصين وسد منيع يدفع الله به عن المتصدقين والمتصدقات البلايا والمصائب ويؤمن به الحياة والسلامة البيوت والأموال والأولاد والأزواج. اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك وترضى به عنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا موسى إني آمر حملة العرش، الله تعالى يقول إني آمر حملة العرش إذا دخل رمضان أن ينسبوا عن العبادة، وكلما دعا صائم رمضان وكلما دعا صائم رمضان بدعوة أن يقولوا آمين. وكلما دعا صائم رمضان بدعوة أن تقول الملائكة آمين. يا موسى ما زالك لم تنتهى. إني آمر حملة العرش إذا دخل رمضان أن ينسكوا عن العبادة، وكلما دعا صائم رمضان بدعوة أن يقولوا آمين. وإني أوجبت على نفسي ألا أرد دعوة صائمي رمضان،
وإني أوجبت على نفسي ألا أرد دعوة صائمي رمضان. فهانتم هؤلاء يا عباد الله في هذا المصلى تسبحون وتكبرون وتحملون، تحمدون الله تعالى وتشكرون على أن وفقكم لأداء فريضة الصيام التي طهرتم بها أنفسكم حتى تأهلتم اليوم لنيل جائزة ربكم. ومن أجل ذلك خرجتم إلى هذا الفضاء تلتمسون من الله أحسن الجزاء، بعدما قدمتم بين أيديكم زكاة الفطر التي بها يرفع صيام الصائمين. فقد روى أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض. يقول ثلاث مرات: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. اعلموا علمني الله وإياكم أن ليلة عيد الفطر هي ليلة الجائزة، إذ في صباح العيد يبعث الله ملائكته فيقفون في أبواب الطرق وينادون: يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة محمد، اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله للملائكة: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ أشنا هو الأجرة ديال الخدام إذا خدمته؟ ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره. فيقول رب العزة سبحانه إني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم عن صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي، إني جعلت ثوابهم عن صيامهم شهر رمضان وقيامه رضاي ومغفرتي. ثم يقول سبحانه: وعزتي لأسترن عثراتكم ما راقبتموني، وعزتي لا أخزيكم ولا أفضحكم، إن صرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، إذا كنا نرغب حقا في أن يصدق علينا مضمون هذا الحديث الشريف، فلا بد لنا من تطبيق أوامر الله ونواهيه وامتثال أقوال الرسول وأفعاله ومواساة عيال الله من الفقراء والمساكين على الدوام بقدر الإمكان. ولنا القدوة والأسوة الحسنة في ولي أمرنا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله، الذي نشاهده بأعيننا في زياراته المختلفة لجهات المملكة يواسي الضعفاء والمساكين بالإشراف الشخصي لجلالته على إسعافهم وإسعادهم بما يصلح شأنهم. إنه يحنو ويحن على الشيوخ والعجزة والأرامل وعلى الأطفال واليتامى والمعوقين، يدعو يعود المرضى ويواسي المصابين
اقتداء بجده الأعلى المصطفى رسول الهدى ونبي الرحمة. ألا فصلوا يا عباد الله وسلموا على نبي الهدى ورسول الرحمة، وبقوله وعمله فاعملوا تفوزوا إن شاء الله وتسعدوا. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة الرفيعة، وعطوا اللهم المقام الحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وخاصة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين وآل البيت ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. وانصر اللهم عبدك الخاضع لجلالك المعترف بنوالك أمير المؤمنين مولانا محمد السادس. اللهم أره الحق حقا وأعن على اتباعه، وأره الباطل باطلا وقوه على اجتنابه. اللهم أيد به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم اجعله لنا خير راعين واجعلنا له خير رعية. اللهم بارك في ولي عهده الأمير سيد مولاي الحسن وانبته يا رب نباتا حسنا. اللهم اشدد عضوده وقو أسره بشقيقه الرشيد الأمير الفريد مولاي رشيد. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله بلد الدين وراحة المحتاج والمسكين. اللهم أدم علينا فيه الأمن والأمان والاستقرار. اللهم أدم علينا فيه الأمن والأمان والاستقرار يا قوي يا عزيز يا جبار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اللهم أريد خير عيواني، اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم يا لطيف زانك واغفر لي ما جرت به المقادير، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.